انا عندي مناشده لوزاره الدفاع وعلى اي نعم حياك. على وجه الخصوص سيد اللواء مدير الاعلام والتوجيه المعنوي يحيى رسول المحترم. اي انا والدي استشهد قبل 5 اشهر بالشهر الخامس يداوم بدائره امنيه حساسه، انا اذكرها لو ماكو داعي. حاليا يداوم والدك استشهد هو بيا دائره مديريه الاستخبارات العسكريه الشعبه الخامسه اللي بالكاظميه. تمام. توفى اثناء الواجب، التحق الاربعاء خميس الصبح توفى، لبس عسكري طلع للعرضات ودوه للطبابه مال الدائره، ما تلاحقوا له استشهد توفى. تواصلنا ويا مدراء قسمه ردنا نحسبه شهيد، يرفعون كتاب للتقاعد العسكري اكثر من مره يرفضونه، يقول هذا مو شهيد. اي ما اعرف شنو السبب. الشغله الثانيه هم يم السيد اللواء المحترم يحيى رسول، انا مقدم كليه عسكريه دوره 114 عبرت كل الاختبارات، الفحص الطبي عبرت الاختبارات اي عبرت الفحص الطبي والبدني والمقابله، ووالدي استشهد وانا بالاختبارات مال كليه عسكريه، واعوف مجلس العزاء واروح اكمل الاختبارات. وصراحه عدم احتساب والدي شهيد هو اثر على قبولي كذلك، لان يعني الشهيد ابن الشهيد الافضليه بالقبول، والدليل اكو الشروط والضوابط مال كليه عسكريه معدل 70 فما فوق، فاكو شخص طالب ويانا معدله 51 وانقبل، يعني والده شهيد. انا ما قبلوني، والكليه المدنيه انا تركتها بسبب اختبارات الكليه العسكريه، ومع ذلك يعني اريد من عنده يعني ينظر لي بنظره الابوه ويشوف النحل. يعني تتناشد اليوم سيد اللواء يحيى رسول المحترم. اي نعم ان شاء الله سيد اللواء اللي يقدر نحن نوصل مناشدتك له واللي يقدر عليه نسوي لك اياه. بارك الله. شو اسمك انت بالخير؟ انا حسام سعيد. ايش قد رقمك؟ 0770996 0877. ان شاء الله توصل مناشدتك لسيد اللواء واللي يقدر عليه. ما ممكن تتصلنا علي الان؟ يعني انا حتى اتصل علي على موضوع يعني الدوره مالتكم؟ أنا يعني إذا عاد دورة مالتنا تكون صعبة، إذا الدورة كلها. شوف. فأنا كحالة استثنائية يعني. يعني هي أنت حالة استثنائية، أوكي، أنا قبل شوية كانت أكو مناشدة واتصلنا بيجوز عنده شغل، يعني الواقع أحكي لك إياه. نعم. زين. فما ما يعني ما أقدر أتصل عليه مرة ثانية وهم يدز رسالة فيجوز مشغول. نعم. بس إحنا أخذنا رقمك هسة على الجو. نعم. زين. واللي يقدر عليه راح نسوي. خير إن شاء الله. زين، بكت الله حالة استثنائية. أبو كرة مكان عسكرية؟ أنا والدي نايب ضابط. نعم نعم. مستشهد اثناء الواجب؟ اي نعم. وين؟ نعم هو بالمديريه. بالمديريه؟ بالمديريه نعم، وهذا الشيء ذكرته بالمقابله. زين. بالمقابله مال الكليه العسكريه جاي ممثل من الدائره مال والدي. زين. وايدني عميد الكليه العسكريه سالني على عمل والدي، قلت له يداوم بفلان مكان، والممثل مال مديريه الاستخبارات ايدني. زين. قال نعم والده ويانا وتوفى بفلان يوم واثناء الواجب. يعني من خلال كلامه قلت راح يعني راح يساعدنا، لكن ما اعرف شنو السبب. شو اسمه ابوك الثلاثي؟ سعيد خميس ذياب. واسمك؟ حسام سعيد خميس. رقمك؟ 0877. هاي مناشده الى السيد اللواء يحيى رسول المحترم، انه انظر بقضيه الولد وانه ابن شهيد وابوه استشهد باثناء الواجب، وبعد القرار يمكم يم جنابكم المحترم، وان شاء الله تقدرون عليه لا تقصرون به. شكرا لك وما يكون خاطرك الا انا طيب. انتظر منك الجواب طبعا ان شاء الله، اذا إن شاء الله حاول يتواصل وياك سيد اللواء. اذا تواصل وياي اردك الخبر وتتدلل. خير وبركه. هلا بالحبيب. ممنون منك. حياك. الله حياك. ترجع سالم ان شاء الله ديرتك. الله يبارك. ترجع سالم.